19 عاماً مضت ولا تزال أزمة العشوائيات والتجاوزات في العراق تتصدر هرم الأزمات في البلاد. فحين تغيب العدالة في تقاسم وتوزيع الثروات تكون هذه النتيجة. هنا في قرية ربع سعود في ناحية الإسكندرية بمحافظة بابل يرفض الأهالي قرار هدم منازلهم المتجاوزة، مؤكدين أن السلطات لم تؤمن لهم البديل مع ضعف إمكانياتهم المادية. مشكلتنا يعني يدي شيلونا، ياخذونا 50 دونم 60 دونم مدرسة، ماكو هيك، وين اكو 60 دونم مدرسة؟ عندهم مدرسة ما يسوونها يكملونها ويسوون بها طلاب، ليش يجون علينا احنا يشيلونا بهالشتاء يبهذلونا؟ من جانبها تبرر مديرية ناحية الإسكندرية قرار الإزالة بوجود خطة لبناء مدرسة ضمن ما يعرف بالمشروع الصيني، معلنة في الوقت نفسه عجزها عن توفير البدائل. احنا موضوع توفير بدائل في المرحلة الحالية هو خارج إمكانيات إدارة الناحية، ولكن احنا متواصلين بالإدارة المحلية في بابل ويا سيد المحافظ لغرض إيجاد هذه البدائل وإيجاد هذه الحلول إن شاء الله. أمام هذه الأزمة التي تهددهم يتساءل أهالي قرية ربع سعود عن الأسباب وراء إصرار السلطات على قرار الهدم، رغم وجود مدرسة قريبة منهم تعثرت عمليات البناء فيها ولم يكتمل منها سوى 70%. أنا أجدك بالله هاي مدرسة 200 متر كاملة 70%، يعني بس تقطيع يقطعون الدنق وتقعد فيها طلاب تداوم. أنت عايفها تريد هسه تبني من أول طابوقة وتكمل مدرسة وتفلش هاي الفقرة. أمام هذه المقارنة التي يطرحها الأهالي تظهر مفارقة أخرى في العراق عن محاولات تطبيق القانون على سكان العشوائيات وحدهم والتخلي عن المسؤوليات الاجتماعية للدولة، وبين عجز القضاء والسلطات الحكومية عن محاسبة مئات المسؤولين المتهمين بالفساد الذين خلفوا وراءهم مشاريع متعثرة تعليمية وسكنية كان بالإمكان أن تنتشل آلاف العراقيين من مناطق العشوائيات والتي تفتقر أساساً لأبسط مقومات الحياة.